يقول هذا السائل: هل يجوز الاستماع إلى القرآن أثناء دراسة العلوم الدنيوية؟ الاستماع إلى القرآن فيه خير، ولكن إذا كان منشغلا عنه بعمل هذا لا يناسب، لأنه لا يتدبر ولا يتأمل الآيات ولا يتوثر عليه لأنه منشغل. الذي يريد أن يستمع القرآن يتفرغ للاستماع من أجل أن تصل القراءة إلى قلبه وإلى فكره. نعم.